نهى بتقول حواجبي وقعت ربنا يشفيكي، بس هي بتقول من غير مرض، معلش ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا البأس، لأن من عادة النساء ان هم بيحبوا الزينة وبيحبوا المنظر الجميل، فاحنا بندعي لها ان ربنا يفك عنها هذا الكرب، هي عيني في كرب كده. فبتقول هل يجوز دق تاتو الحواجب ولا حرام؟ هو احنا بنفرق يا أستاذة نهى بين حاجتين. احنا عندنا في حاجة اسمها الوشم، ودي حرام في الإسلام. ايه هو الوشم؟ اللي هو دق الإبر لحد ما يخرج الدم، وبعدين يحشوه بمادة ملونة، فده لا يجوز، لا يجوز، لأن في حبس للدم اللي هو نجس، أو حقن بمادة نجسة، ولو ما فيش حقن بمادة نجسة يبقى الدم هو نفسه طالما خرج ثم حبس فكده حبس للنجاسة، فده لا يجوز. لكن في تقنية جديدة وفي حاجات جديدة رسم من غير ما نوصل لإخراج الدم، حاجة كده زي الحنة، حاجة كده زي بتبقى على الطبقة الأولى للجلد بحيث انها تفضل 6 شهور أو سنة أو كذا، فده جائز طالما ليس فيه هذا الفعل إيلام، وليس فيه إخراج للدم ولا حبس للدم ولا حقن بمادة نجسة، فهو حلال.